راسين كاري برشقية في منفس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي صوت كلها هوني ثقافوت كشاب كتل عنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود والحساب تحت توت كل سؤال جواب بوم سوجل برشقية في منفس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري برشقية في منفس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري مرحبا بكم مستمعين وين ما كنتوا. هذه راسين كاري في ساعتها الثانية، تسمعونا وتشوفونا ديما على FM TV. مرحبا بكم وملاحظاتكم، تكتبونا ديما كذلك على الباج، يسعدنا يعني تكتبونا على الباج فيسبوك لباج FM. جروب اليوم فيه أنس وفرح وإبراهيم. بربي يا سامي، في البوز نتاعنا جينا تري بون غوتي من عند مستمعة وصديقة للبرنامج ملاك اسمها نسبة. منال بن عامر. أيوة. جبتنا تحت سيترون تفتح اليوم. لا اليوم ذاك كليتها وحدك ما فرصة أخرى. حاجة بالبيستاش والموسلين والتري بون بات. شكرا منال يا صحة. نحب نسلم على ملاك فاري اللي تقول غريبة والله، انتم بنية صغيرة تهنيوا فيها مارتين وتجعوين تحكيوا عليه. إن أنا بعث لكم قداش من مرة بنتي هيبة بن خليفة تخرجت بملاحظة حسن جدا، بوها منير وأمها هندة، نهنيوها وإن شاء الله ديما متفوقة. يا لله ان شاء الله ديما متفوقة. مرحبا بك مدام. ايش هذيك وراوحنا يجيو لي ميساج وفوريا نجيو طبعا نقراهم نحاولوا نقراو كل ميساج تقرا مرتين حاجات لي. مبروك وان شاء الله ديما متفوقة بنتكم وان شاء الله هاك الجاتو اللي المستمع جابته. شكرا لك مدام منال. يلا بعد ابراهيم عجبك ولا لا؟ حتى منال لي سمباتيك. لي سمباتيك باهي. احنا خاطر استقبلنا زهير لطيف وبات حال، نحب نحيي الحملة ذي اللي هي حاجة مهمة برشا، تبدأ من الناس اللي هما يعيشوا في الخارج اللي هما سيندوا القروان وبعد بدأت تمشي كذلك للجهات الأخرى باش أنهم لموا ويلموا. قاعدين دوبوي 15 بدأت الحملة يلموا في تقريبا وصل كما قال زهير 200 ألف يورو للتوا من معدات ومن حاجات محتاجينها المستشفيات، خاصة المستشفيات اللي هي تفتقر وهما برشا اللي يفتقروا للمعدات الأولية والحاجات اللي هما يصلحوا في الكوفيد، الأجهزة التنفس وغيره. دونك نحييو المبادره كيما هذيا وننضموا لها بيان سور بكل شرف انه ننضموا لمبادره كيما هكايا. وما تخافوش سندو حتى يجي النومرو نتاع الاس ام اس وبطبيعه الحال ابعثوا، لانه فما عماده الاطباء، نقابه صحفيين، عماده الصيادله وكذلك الاطباء الشبان اللي هي ماخذه بزمام الامور في الحمله هذيا باش الناس الكل تساند وتمشي الحاجات للمستحقين نتاعها في الجهات، يعني اهالينا في الجهات الكل. يلا نمشي لسؤالنا، وين شيد رونالد فريم ملعب الجولف في تونس؟ الصولجان ولا الجولف؟ حمامات. فما برشا تبرقة مثلا. رونالد فريم هو في تبرقة. اوه بارازار معناها خاطر اللي تيران دو جولف. هي تبرقة. هي تبرقة، دونك نحكيو على تبرقة، واحدة من أحلى المناطق في ولاية جندوبة وفي تونس، دونك أحلى المدن الساحلية. دونك احنا مع لاشين ماجيك اوتيلز دونك نحكيو على المدن الساحلية وعلى الزوتيل الموجودين بارتو وتابعين ماجيك اوتيلز. تبرقة كما قلنا مزيانة، فيها برشا حاجات مزيانة. لاشين ماجيك اوتيلز تهتم برشا بالسياحة الداخلية وتضمن دي سيجور اكسبسيونيل للزوار. قررتنا نزيد الدلالهم وسناد جيوب اوفر جديدة لوفر اورلي بوكينج ماجيك اوتيلز اللي تود التوانسه والحرفاء بامتيازات كبيره باش عدي وصيف ممتاز ان شاء الله. نحكيو على تخفيضات بين 10% و30% حسب الاوتيل اللي تختاروه والديسبونيبيليتي زاده. السجور الصغار اللي عمرهم اقل من 12 سنه بلاش، وفوق هذا الكل في الاوتيل توي ماجيك لايف بينيلوب بيتش اللي عمره اقل من 16 سنه نجم يتمتع باللوكس اللي عودتنا بيه لاشين ماجيك اوتيلز. دونك مجانا هذا الكل بالنسبه للي سيجور ما بين 7 جوان و 31 اكتوبر 2021. الدلال مش في نهار ولا في اثنين، في 5 شهور كاملين. ما عليكم كان تعملوا الريزرفاسيون قبل 4 جويليا وتختاروا على كيفكم اي اوتيل في اي منطقه من المناطق الموجوده فيهم. لاشين ماجيك اوتيلز في تونس باش تسهل عليكم. ماجيك اوتيلز تعطيكم الامكانيه باش تريزيرفي مباشره على السيت www.magichotels.tn. وكان اختارتكم انكم تحجزوا النزله بتاعكم اللي تحبوا عليه على الموقع الالكتروني
نعلمكم انكم ماكمش مضطرين تخلصوا المونطون كامل فرد مره، تنجموا تسبقوا 20% وتكملوا البقيه كي توصلوا للوتيل اللي اخترتوه. وكان تعملوا لانولاسيون قبل 72 ساعه بدايه المسجور نتاعكم من تاريخه، دونك ماجيك هوتيلز فو رامبورس وترجع لكم ال 20% اللي دفعتوهم بالكارت بنكير. فاش تستناو دونك استغلوا الفرصه وتمتعوا باللوفر ايرلي بوكينج ماجيك هوتيلز، على خاطر لا شين ماجيك هوتيلز الترهيده معاها مضمونه. ماجيك هوتيلز وان بروميس يو ويل كوم باك. صافا ابراهيم تبوزي من قبيل لاباس؟ لا لا تو ياكدوا لنا رحماك زاده خاطر ماهم شنو ماجيك هوتيل. اي اي نحكيو على ماجيك هوتيلز وعلى الهوتيل تاعهم وعلى البرومو هذه الكل اللي تدوم خمسه شهور كاملين، دونك ديما عندكم الفرصه انكم تحجزوا للفاكونس نتاعكم. يلا هاي حاضره ايناس في انفو ترافيك. من الاثنين للجمعه جي اف ام راسين كاري سالي بنور. رجعنا في راسين كاري، عندنا سؤال اقتصادي احنا باغ كونتخ. اه سي بيان من اقتراح لياسيو. فاتني يا مواطن مع لياسيو. فرح وي سيدي، شنو معناها شركة مدرجة بالبورصة؟ وشنو هو شروط الإدراج بالبورصة؟ سهلة، مدرجة بالبورصة معناتها هي عندها تدخل بالزاكسيون تاعها مساهمين وديزاكسيون وكل يوم فما البورصة والنشاط نتاعها وتشوف انت قداش تسوى ال القيمة السهم نتاعها الاسهم تاعها السوق الدلال. وشروط نتخيل لازم المصداقية جوستومون، لازمها شركة امورها واضحة، لازم ماهيش طريق الافلاس، لازم معناها تكون صحة جيدة. نتخيل ابراهيم هذيك هي كوتي اون بورس، معناها تنجم لي بورس نتاعها لي اسهم الاسهم نتاعها يقع التداول نتاعهم يوميا تتباع وتشري تتباع كما قلت سوق الدلال و سي اون فورم دانفستيسمون زاد بور لو ينجم السيتويان زاد ياخو يشري ديزاكسيون ليزاكسيون سو فوند هي سي اون فورم ديبارني اوسي كي بيت بور لو سيتويان انه في عود باش يحطهم في ليبار ينجم اون فورم دانفستيسمون فوالا سي اون فورم دانفستيسمون على من الناحيه القانونيه هي شركه خفيه الاسم سوسيتي انونيم فوالا ويلزم الشروط هي الشفافيه في المعاملات ويبدا فماك الكوميسير وكونت وكل شيء وباش كل شيء يبدا واضح شفاف باش تبدا مدرجه في البورصه. بربي سامحني كي تحكي على الشفافيه علاش هي ديجا خفيه الاسم وانونيم؟ من عمري ما فهمتها ليش خفيه الاسم بتخمر ربي لا 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 ما هذا ما تجامس مثلا سياغل سياغل معناتها شركه ما بالك واحد عنده يحط يحط روحه في البورصه فهمتني زعما تكون خفيه الاسم باش تنجم تتباع ديجا فما سؤالها علاش اسمها خفيه الاسم؟ شو معناها قانونيا؟ خاطر مش مهم المالك شكون اي فوالا فهمتني على خاطر تبدا اليوم نتاع فرح برجب يشري 200 سهم سامي بنور تولي هو ماجوريتي دونك خفيت الاسم هذا هو البورصه دونك هي سوق تداول فيها اسهم الشركات واحنا ديما نشوفوا في النشرات الاخبار ابار البورصه التونسيه البورصات العالميه البورصه في باريس في نيويورك في اليابان في ناسداك في وول ستريت وغيرهم ناسداك في اليابان فوالا دونك البورصه سوق فيها اسهم الشركات دونك تتباع وتتشري كما قلنا والسهم يولي جزء من راس مال الشركه معناها حتى كي تشري انت زوز اسهم ب 400,000 راك تولي مساهم في راس مال تاع الشركه والسعر تداوله في السوق مرتبط نظريا بنتائج الشركه والوضعيه الاقتصاديه نتاعها اذا كان في صحه جيده ولا بس عليها راس الاسهم نتاعها لا بس عليها كذلك مش الشركات الكل تنجم تدخل في البورصه دونك فما شروط باش المؤسسه الاقتصاديه تدخل وتدرج في البورصه المؤسسه المرشحه لادراج البورصه تختار السوق اللي تحب تدخله دونك لانه البورصه فيها زوز اسواق لسندات راس المال سوق رئيسيه وسوق بديله للادراج في واحد من الاسواق هذم الشروط هما اولا لازم القائمات الماليه السنويه للشركه مصادق عليهم وتم نشرهم في العامين الاخرانيين اكزاكتومون فما امكانيه استثناء الشركات اللي عندها اقل من عامين واللي بدات تخدم ثانيا لازم توزيع نسبه لا تقل عن 10% من راس مال الشركه للعموم معناها باش تمشي للبورصه لازم تحط اوموا 10% من راس المال باش الناس تنجم تشارك فيه ما تحط 5% فوالا يمكن منح استثناء اذا تعلق التوزيع بمبلغ يساوي او يفوق مليون دينار ثالثا لازم يكون ثم تقرير يقيم اصول الشركه رابعا توفير تنظيم مناسب وهياكل رقابه داخليه
كما قلت، وهياكل رقابة للتصرف. خامسا، تقديم تقديرات حول أنشطة الشركة لمدة 5 سنوات مرفقة برأي مدقق الحسابات. هذاك على سامي غالبا زاد ما تسبقها عملية إشهارية حتى تنجم تكون باش الناس تعرف عملية إشهارية باش تكون تبدأ الأمور. هذوما لي دوني اللي كنت تعطي فيهم الكل ينجموا حتى يعملوا بهم توت اون كومباني. أيوة الناس تسمع أن الشركة هذه ولات مدرجة بالبورصة. فما شركات مختصة اللي هي تعاون الإدراج على البورصة بيان سور للبورصة ليزانترميديير أون بورصة. وتقديم نشرة إدراج بالبورصة مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية، هذا من الكل لازم يكونوا متوفرين. دونك 6 نقاط تقريبا باش أنه الشركة تدرج بالبورصة. وهكا فهمنا أنه الشركات المدرجة بالبورصة شنو شروطها وكيفاش نجم تكون موجودة في البورصة. واضح فرح؟ واضح جدا سيدي. شكرا لياسر على المعلومة. كل يوم راسين كاري جديدة على اي اف ام من 5 إلى 7 متاع العشية مع سامي بن نور. هاي نمشيو لسؤالنا الرياضي. شكون الرياضي اللي في مسيرته عمل 454 انتصار في 1585 سباق من مواليد 1945 ساعة؟ شنو هو الديسيبلين؟ ألعاب القوى. عدو 45 الدراجات. وي سيكليزم. هو إيدي ميركس. وي إيدي ميركس سيكليست دراج أصله بلجيكي. بلجيكي بطل بلجيكي في الكورس سيكليست، هو من غير أدنى شك من أشهر وأهم الدراجين في العالم. مسيرته الاحترافية دامت من 65 إلى 78، عمل فيها 445 انتصار في 1585 سباق. قداش تور دو فرانس؟ أهم سنين في مسيرته هو ما بين 69 و 75، من وين ربح 35% من المسابقات اللي شارك فيها. يلقبوه لو بيلج لو كانيبال. لو كانيبال انيبال لو كانيبال بسبب النهم نتاعو للانتصارات. عنده كان نهم غير عادي. نلقاو مثلا انه ربح في اهم مسابقات الدراجين كيما في اسبانيا 73. شو اسمه دوره اسبانيا؟ فيلتا ولا فيولتا لا فيلتا. ايطاليا شو اسمه؟ جيرو. الجيرو جيرو ايطاليا في 68 70 72 74 وربح تور دو فرانس 69 72 74 لوتور. اي تور دو فرانس. دونك بعد ما قرر الاعتزال في 78 حل معمل تاع بشكوتو تاع بسكليتات ضربة تاع البار بشكوتات كيف بحذا بروكسل وين يصنع ويبيع البسكليتات بيرسوناليزي، منهم بسكليتات نتاع الفرق المحترف. يعيطوا له ولا ايدي سكليس كان ينجم ما ينجم يكون كان عبد هكا معناها باش ينجم. انت عندك تحب تحل حاجه بخلاف شوكولاته؟ لا وجع على زملاء في المهنه. ايدي بيركس يحب معمل نتاع بسكويت. منيش سؤالي هو منيش يعانيو الناس اللي عندهم صناعه الشوكولاته في الصيف؟ من ذوبان من الاحتباس الحراري بالبشكلاتات من ذوبان الشوكولاته لازمك برشا كليماتيزوري. اما اللي ربحهم تو معناها اون تحسب في لي زيتاب مش لي غران تور ولا هاد تور لي زيتاب. اي ممكن لكن ربح تور دو فرانس. اي 69 72 400 انتصار ولا قداش اون كونتون لي تو معناها لي زيتاب اون كونتون لي زيتاب نتصور. اي جيماجين فوالا ربي مازال تور دو فرانس. اي ما حدش يسمعك الحس كي كنت في التلفزه خاطر بابا كان يتفرج نسمع حتى انا بابا كان على خاطر كان فما كان تنصر فرانس 2 مخكر هون اخاك لا بطل نتاع قلق نتاع قيل اما يحبوه يظل يحبوه سورتو الناس. انا لا وقت اللي تفهم لا وقت اللي تفهم التور دو فرانس شنو منيح. لا لا عدينا الناس انت تنجم تحب الناس ما يفهموش تنجم تحب الفوتبول انت تعرف اللي يحبوا للتور دو فرانس مثلا في السود دو لا فرانس ولا حتى مش نمبر ماهول هي سيدي معناها تعرف هذا كل يخرجوا في الشوارع يبدا بحذاهم يتعدى يخرجوا. لا لا حتى كنت تحكي على الناس في التلفزه الناس في التلفزه تتفرج وتفهم لي تكنيك نتاع لي زيتاب معناها في المونتاني كومون يفو كورير وكيف انا معناتها تبعت في 10 سنين وموا نعرف وحافظ التكنيك الكل المايو فير مايو ابوا مايو جو لا لا سي با لي تكنيك ولي تكنيك نتاعهم وشكون كيفاش يعملوا سبرينت والبلوتون كل شيء نعرفه يا اما نتاع بكره انا خاك لا بطل حاجه معناتها تعيسه معناتها تصور واحد اليوم عنده يوتيوب ونتفليكس و700 شين باش نقعد نحط تور دو فرانس. لا بس كما ناس بليزير بالنسبه لنا نتاع قلق نتاع برشلونه عندك انت يا بليزير انك تشوف ماتش
ماتش كورة عتقان ماتش كورة فما شان بتاع تلجة فما ناس مغرومين ولا ماتش NBA ولا فما ناس مغرومين يقول لك يا اخي تقارن ما ماتش كورة بالتور دو فرانس تلمو هو يحب تجري بالبسكليتات لا لا لا, لا, لا. تتبعك هاو لا والله لا, 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 لا انا نذكر بابا يرحمه كان كان دراج وكان بالنسبة ليه ساكرين ويتفرج تور دو فرانس كان دراجة ظلي رئيس الجامعة التونسية للدراجات ما نعرفش محمد بغنيم هاي هاي كان دراجي وسام الدراجي لا لا دراجينو دراجينو ذاك يعمل انت تحب الاكشن هذاك علاش شويه كيما مال اللي يتفرج على البيتونك شامبيون دو موند دو بيتونك سامحني سامحني انت تو كي تهبط ببليكاسيون حتى وقت رولونغاروس تقول مثلا هذا ربح وهذا ما ربحش يجيوك عبيد يقول لك فاش تتفرج في التنس بالنسبه لهم ما يعني لهم شيء نعرف هي ما يعني لهم شيء اي مش كيف ما انت فما عبيد مثلا دي لوتور يتفرج في واحد المصارعه يعمل كيف بالنسبه لي سي خير من الفوت والله تغرم دنيرما مش باللوت العاديه اكل يو اف سي هذوك ولا ما هذيك طلع عندهم زند جمهور وطلع فيهم مبالغ ماليه ولاو يتباعوا اكثر من البوكس ابا تغرمت بسكوار اللي برشا ما يحبوش فهم برشا ما يحبوش هم تعقيني وقلق يتفرجوا فيه لا هو كله ضرب وكله خنيفري باهي احنا باش نمشيو لي عرفتوا النغم اغنية اليوم ابراهيم ماهيش من اختيارنا اغنية اليوم من اختيار مستمع ماهر صغيري ماهر صغيري على اختياره المحليه شنو الاختيار؟ نقول انا وتقول انت قول ليلى لو باقي ليلى دكتور عبد الرب ادريس اغنيه هذه وشكون يغني فيها؟ عبد الرب ادريس دكتور يسميوه خاطر هو كان شكرا ابراهيم يلا نسمعوا ليلى لو باقي ليلى سينكاري ونمشيو لي زعمة 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 تعرفوهم الاسئله ولا نسيتوهم؟ كل زعمة 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 صحيح زعمة غالطة زعمة غالطة مازلتوا تذكروهم؟ هاي نمشيو من غير جنجل يلا زعمة صحيح مارلين مونرو عمرها ما عملت ريجيم برافو مي بون صحيح انا نقول غلط مربربة مارلين مونرو دونك كانت عملت ريجيم غلط 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 دونك مارلين مونرو تشوف افلامها بعض الافلام تفهم تعتبر ايقونة جمال كانت تهتم بشنية تاكل كانوا عندها دي زابيتود اليمونتيغ اللي ما تحيدش عليهم بروتيين تاكل برشا في الصباح عظم دونك بروتيين دونك الصباح تاخذ الكومبريمي دو فيتامين وفي الوجبات الاخرى كانت تركز برشا على لي غرياد زعما صحيح فاقوا بمجرم بسبب الدم نتاعو كي قرصته ناموسة صحيح موك دبو ما لازهر ما لازهر صحيح نحكي على حادثة خمدين غالط صحيح ما مزلت مجاوبتش غالط سامحني دابا جست ملاحظة صغيرة انت في زعمة لازم نسأل العباد الكل لا هي قالت صحيح وانت عطيت لي جيبة خلينا نقول صحيح ولا غالط ما تفك مستانس فك كيف ما فكش انا ما نعمل شوفوا شنو اي انا باجو باغلين مغو ما فهمتش انت غالط ولا صحيح باهي طلع زعمة صحيح فاقوا بمجرم بسبب الدم نتاعو قرصته ناموسة انس غالط صحيح اه صحيح وابراهيم ما سالتوش ابراهيم انا اللي تقول فرح دونك نحكيو على حادثه صارت في فنلندا 2008 فما سارق فاقوا به البوليسيه عندوش برشا زهر في فنلندا بعد ما عملوا تحليل الدم اللي مصدته ناموسه ولقاو المجرم متهم في السرقه على خاطرها قرصته ربي موجود كل ربي موجود ساعات ما هو واحد ذاك اللي يبدا راقد يسمع فكا اخي بلحظات حياتك تسمع كازن وانت باش ترقد هاك ترسيلك تقوم تحل الضوء وتبدا تفركس ساعات عاد تقتل ناموسه تلقى كميه بركه نتاع الدم في الحيط يختل تقول دم شكون ناموسه صنيع عمل هجوم كبير يعني وتحس متربي ياسر ومرعرع سامحني يعني. مش البلديات من عاملين ولا منتخبه يا اخي انا في مارس ما يداويوش باش ما يجيناش ناموس في السيف عليه انا نحبش نعلق على حاجه امان عليه ناموس السنه راني مسكر كل شيء باك يجي كمان بارتو افيك سا برشا ناموس تحيه المغرومين الكل بتور دو فرنسا امبارح كنت في المنزه كتبوا لك منزه خامس يظهر لي ومومون فما كيما هو هكا دخان دونك ناس تفاجئوا يسخلوا فما حريقه طلع يداويو في الناموس نعرفها وريحه ماهيش خايبه اما قالك كيفاش يداويو تو خاطر هو ديجا باز الناموس اليوم ماذا بهم اللي موجودين في المنزل الخامس في اريانا يمشيو زاد حي التضامن وحي ابن خلدون وسيدي حسين وحاجه تضامن انا ما شفتش البلايس كول بصراحه
الناموس ديمقراطي تو ما عادش ديمقراطي ياسر حتى فرق ما بين وقتاش مشيت المرسى والمنازه والمناطق الاخرى زعما صحيح فما غواص اسالها بعد زعما صحيح مش يخبيوا حاجه على المستمعين يا اخي صحيح لازم المستمعين يعرفوا كل شيء كلوب دو شان كلوب دو شان سي راني كلمتك لا لا قرايت قبل كل شيء زعما صحيح فما غواص بلعته بلين وكمان منع اي 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 قعد شوية ولفظته وراح اي بي تحمس الحماس متاع صارت الحادثة ذي في الكاب كود في الولايات المتحدة سنة في جوان بلونجور اسمه مايكل باشار هو غاطس يعني ان بلونجور مهمته الغطس دونك بلعته بالين وقعد محبوس في فمها بعد عودة هكا ال كيف نقولوها قذفته فصاروا له اضرار صغيره مقعد حي منعوه فرق الانقاذ بالوقت هزوه الاستعجالي هذوما الحاجات تخيلش واحد يصير العبد معناها فريمون مالا صار علي شفتوا شفتوا سي فري انترفيو عملوا له ولا اي ما قعدش برشا راه كلك مينوت معناتها هي ريبريك راه اسمها سوليت اكثر من أنسوليت. اخر واحد شفته خرج من كرش حاجه كي وقتها عمامات حمراء حمراء كي خرجوها من كرش الذيب الذئب سينو ما نعرفش الدنيا تصير معناتها شارون ستون كانت تطمح باش تكون راهبه كانت تطمح لا في لا ما صحيح يا اخي ربي يا اخي ربي ناب عليها ودور لها وجهتها يا اخي في بيزك غاست عملت رول راهبه في بيزك غاست بيزك غاست صحيح ولا غلط ارهيب ارهيب مش راهبه وقتها صحيح ولا غلط صحيح صحيح ينجم يكون صحيح صحيح لا غلط توم كروز بار كونتر كان يطمح باش يكون كاهن بريتر كبير الكهنة وقت اللي كان مراهق كان يحضر لسيمينار وحاول أن يتقرب من المجال هذا وبعد بطل شايف أنه الفلوس برشا في السينما دونك مشى للسينما ما قعد عنده الجانب الروحي كبير وبدل دين جملة ولا بوديست ولا سيانتولوجي برشا ولا جيمس دين سيانتولوجي أنا عمره ما يعجبني كممثل من عاش عليش براد بيت لا لا توم كروز عليه غيره غيره حتى طول النعناعي في دوتاي هو قصير باه القصر مش عيب راه ولا غالب ربي خلقه خيك صحيح انت طويل معناتها مدخل انا في هذا يا ما هو معناتها قصير ليه عملها ادوار باهين معناتها انا ايش بريفير كمال تويتي فهمتك باهي الاخرانيه بتاع زعما زعما صحيح فما مسابقه اقبح تيشيرت اخي بواحد يعني اقبح ما اخي بصيب اقبح ما تقبيح لا لا اخي بمريول اخي بتيشيرت صحيح صحيح نحكيو على بطوله تلعب في البي في فرنسا صحيح وين في البلديه ذي نظموا كل عام مسابقه الاخي بمريول مشاركين فيها بسمريول والخايبين حسب اللون والزينه والقماش والجوده والمريول اللي صوتوا انه الاخي بيربح صاحبه ان توكا ريت مره روبورتاج سورتو يشاركوا بالمريول اللي هي كيما اللي يلبسوهم بون يتباعوا في نويل و توسا اللي هما فيهم الثلج وفيهم حاجات معناها زعما كرياسيون كبيره هما تلقاهم فريمون اكوتي دو لا بلاك لا علاقه بالمريول اللي تلبسهم انت سي سامي اي حقه في لجنه تحكيم هو سامي في المسابقه هذه ليه ينجم يحكي هو يحب ومغروم دونك ينجم يقول انه هو اقبح وما تنساش سي سامي مريول كل فيهم حيوانات تلقى تمساح كيما توا يما تلقى حصان هكا سيد شد عكفة معناتها كلهم كل الماركات براند تاع الحيوانات أيه. انا نحب التيشيرت بالحق حاجه انا نستعرف بها به نرجع لاسئلتنا فانا هي بلاد النساء المعماريات قاعدين يغيروا في حي كامل في ضواحي العاصمه ضواحي عاصمه بلادهم اسيا في نيويورك لا امريكا الجنوبيه الحي هذا باش يكون باغي بور لي فام مشروع الهدف منه المساواة ما بين الرجال والنساء حتى في ميدان كانوا ديما مهيمنين عليه الرجال واللي هو ميدان الهندسة المعمارية والتصميم دونك النساء قرروا انهم ياخذوا ينتقموا يعني فنلندا تقموا ترجمه نيو دلهي فنلندا النرويج السويد عطينا انديس الدنمارك هاني قاعد نقرا فيه سميرك 87 لا نسمع فيه المشروع عطينا انديس المشروع يتمثل في انهم اختاروا بون ليو يسموه النساء الحاجة ذي تظهر من خلال الاختيار والذوق من القوانين الأضواء والليت أكثر فيها مشعة معناها بألوان واللي تخطوار أوسع على خاطر المسميات نساء خموا في الأمهات اللي استعملوا لبوسات في المشروع هذا ناويين يبنيه 12 ألف مسكن جديد قريب في موقع مطار قديم على مساحة 240 هكتار سويسرا ولا لوتريش هي لوتريش فيينا
في النمسا ونحكيه على حي اسمه سيس داتس اللي موجود في ضواحي فيينا. ها نساء قرروا انه الواجهة متاع المباني باش تكون مبهجة، تخيل روز لونها. من الافكار اللي في وسط المباني هذه باش يكون فما في الوسط جاردان بارتاجي، يعني كانه بيتسالا ينجموا لما هي تشدوا صغار ومتاع ربما الصغار متاع بعضهم هكا شويه تصوير على الباج اف ام. باش يعملوا حمامات عامه نظيفه باش يكونوا الاسامي الانهج الكل متاع نساء. يتوقعوا من هنا 2030 باش يكون فما اكثر من 20,000 ساكن في الحي هذا مقابل 8,000 و300 حاليا. الجمله اللي تراو فيها مكتوبه على التصويره تعني بالعربيه فراون امراه النساء يبنين المدن اشتاد ستات فراون هما يبنيو المدن. قولك والله يبيه المبادرة هذه وسي سيغشان اي فوالا. وكيما قال مثلا فكرة لي بوسيت اللي يبداو ما حتى حد نجم يخمم فيها جو بونس دونك سي بيان اللي هكا فرح اللي تحكي خبير على المنزل الخامس في الشارع الرئيسي متاع المنزل الخامس. انت تبدا ماشي ويلزمك كل 10 20 متر تهبط تاع الكياس باش تنجم تكمل تمشي في الماده. هاو الشجره هابطه متر معناتها كان طفلي نجم بلديات هذوك وينهم؟ اه ما نعرفش. هاو اللي حاطط رشناه قدام حانوت ومسكرها الكل. هاو هابطه وردم فما اللي قدام دارهم يحطوا اما دي باكه كيف الكياس مش في الماده هذيك هذيك الحوانت سيرتو اليوم حتى ديار اي يما سيرتو الحوانت وسلسله هذيك النهج تحديدا حقها تولي رو بيتون على خاطر منظر فيه محليه لي كوميرس اللي قاعدين يحلوا هذيك البرانسيبال اللي تحكي عليه محليهم للحوانت لي بيتري الرئيس هذاك يربط بين ارينا والمنظر ما ينجمش يكون بيتون والله ينجم يما البيتون ما عندوش ماده لا يمين لا يسار سكين البيتون يمشي في الكياس كيما تركيا ولا إيناس زعما ويني إيناس يا أنفو ترافيك زعما نزيدو سؤال ولا نستناو إيناس نستناو ناخذ سؤال خو سؤال خو الفيلم هذا أنتج سنة 1992 بطولة مطرب معروف برشا وكذلك مطربة اللي هي كانت عملت اون كاريير ان سارتان مومون وبعد اختفت مصري مصري اي شويكار عم شويكار 92 هو اول عمرو دياب وشكون مش شويكار لا كسر كمان مش كمان صغير هذيك الروجة انت روجينا ولا حاجة هكا انت لا مغنية كانت اسمه الفيلم امريكا شيكابيكا ولا الاخر ايس كريم في ديسمبر ايس كريم في جليم ايس كريم في جليم اما شكون اللي معاه شو اسمها هي روجينا ولا حاجه سيمون سيمون مش نظره وابتسامه لا ذكر عادل امام ذكر عادل امام في المنسي يسرى معاه قال لها انت كنت في سهريه قالت له ايه قالت له قالت تحب تاكل هو يخدم يعس في تران في كابينتا قالت له لا يعني مزيت شويه في الحفله يعني خديت حاجات هكا قال شنو المزيت هذو قالت له سمون فيمين قال لها سمون المطربه بقت مزه يعني سمون وقت ذاك وقت ستار دونك صار لها مشاكل من بعد ايس كريم في جليم عام 92 بطوله عمرو دياب اول مغني عربي يدخل لموسوعه جينيس الارقام القياسيه كان هذا 2016 كاكثر فنان مبيعات في الشرق الاوسط اول مغني عربي يدخل التوب 50 في فرنسا والشون الغنايه لا اما شو اسمه بحبك ليه 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 لا شو اسمه هذيك لولانيه نو شنو نور العين حبيبي لا 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 قبل قبل من كم سنه وانا ميال ميال وبحبك انا مشغول البال ولا بتسلمي ولا بتكلمي ميزاني 80 بون على خاطر خالد تو نيميرو 1 لا لا هو اول واحد قبل خالد توب 50 في ميزاني 80 نيميرو 1 في خالد بديدي 92 يا ما حتى قبل راه في ميزاني 80 بشابه يا شباب انت مغروب بعمرو دياب وي يحب كان قبل عندك نبره كي تحكي على عمرو دياب انا نقول لكم على سامي وعمرو دياب هو كتكنيك غنى وكاداء مش من احسن المطربين اللي يحبوه اما الكي سيرتو الحاله الهضبه هذيك مش يعمل معنا كارير هكا معنا بالرغم اللي امكانياته متواضعه انا في تونس شكون امكانياته متواضعه ونجم فما حتى في العالم نجمات دونك نعرفوا اكثر كمغني لكن عنده مشاركات في افلام كانت تذكروها العفاريت مع مديحه كامل ونعيم الصغير ذكروا عام 90 كيف كانت بطوله يعني والفيلم عباره قصه حقيقيه هو ضحك ولعب وجد وحب مع يسرى وعمر شريف مش غنيت عبد الحليم في 93 وي
وبطولة آيس كريم في جليم 92 جسد البطل سيف اللي يمشي من الإسكندرية، وجليم موجودة في الإسكندرية، هي القاهرة يفركس على فرصة لتحقيق حلمه. الأغاني رصيف رصيف نمرة 5 غنية مزيانة رايا، الشارع زحام، ساكت كلامنا ملائي كلام، وغيره من الأغاني المعروفة. فيلم هذا كان من إخراج خيري بشارة، كانت فاتن حمامة ضيفة شرف في الفيلم ذا، يرجع بينا أكثر من تقريبا 30 سنة لتين 92 30 سنة لتين. شفت يا وين كنت أنت إناس 92؟ ما جيتش أبون، لكن حاضرة توا في أنفوترافيك غاسين كارير سالي بنور توا سبع غير درجين، دونك وقيت متاع درجي اللعب. ولكن قبل نحب نحيي مستمع وفي لراسين كاري سوفيان تيرزي اللي هو مستمع لينا ديما ديما من المدينة العتيقة في بنزرت. ولا دخل هذا في هذا قلت لي تيرزي اسمه سوفيان تيرزي. تيرزي اللي مشيت لتيرزي. لي سوفيان هو يخدم تيرزي. تحية لي سوفيان دونك، وتحية للناس اللي هما في الخدمة ذي، لأنه الخدمة ذي ماشية وتمشي بشوية بشوية وتنقص، لأنه الناس اللي هي للملابس الجاهزة أكثر، ولكن فما برشا فن في التورزية اللي وسعوا بالهم على حاجات مزيانة يعملوها. تحية لي سوفيان، وديما إن شاء الله مستمع وفي لراسين كاري. درجي اللعب درجي اللعب فرح. سؤالي عندي برشا أسئلة والكلهم منيش محضرتهم بالكده، دونك باش نسألكم كأنك سؤال. ما عندك حتى سؤال دونك؟ لا والله عندي باهي كلهم حضرتهم بالكده. في سنة 2005 اي رئيس التوغو اي ولا عنده علاقة كبيرة بتونس، العلاقة هذه كيفاش؟ قريت ذي حاجة هكا شباب هو اسمه إيا ديما، كان الاسم مش غالب الناس انت تصلح لي، كان هكا ما نعرفوش فرح إيا ديما اختب واحدة تونسية؟ لا لا عرس بها؟ لا لا شخصية؟ لا لا ولا لا لا بتاع شنية بتاع نبقى؟ لا اي عطيها دانديس عنده علاقة بتونس 2005 اي لا وجو شو عمل معاهدة سلام عمل عملة عمل ما نعرف شو عنده علاقة بالسفارة بتاع بلاده؟ لا, لا هو رئيس سالو تجو وقتها ولا انت موجه؟ لا هو رئيس توغو لا انت موجه وجاي خاص نقول لكم قول لنا قولي ابراهيم ما تعرفش انت غريبه كيفاش فاتتك هذا فازي 2005 دونك 2005 هو كان مريض ماشي رحله علاج اوروبا يا اخي وفاه التلمانيه والاجل هو في طياره على الاجواء التونسيه دونك ثم مات في بلادنا اما الفوق معناتها الفوق فوالا ها في بالكم الله يرحمه الله يرحمه وي سي مينيون سي با مينيون مي تعرفوا هالمعلومة ايه كان مات في تونس يمكن نعرفوها في تونس في الفل في الارض يما يدخلي في الاجواء الاجواء التونسية فوالا يلا ابراهيم كان جاي مثلا كان جاي امراه حبله وولدت غادي راه هو اللي عنده جنسيه تونسيه ايماجين قد ايه لامبورتونس نتاع الاجواء البلاد في بالي اللي فيها الواحد لاباري اللي جنسيه الطائره بليش اللي فوق المجال الجوي كيف كيف يظهر لي تتاكدوا المعلومه اما نورمالمون حتى هذا اللي انت كم دامت مباراه نتاع شطرنج بالسوايع كاسباروف قداش دامت معناها كاسباروف دون اون كومبيتيسيون اوفيسيال نهارين لا بالساعه قداش دامت من ساعه اقل سي لو ريكورد معناها لو ريكورد دو مونت 18 اور في اطول اطول مباراه ما يقصوا ولا يظهر على هما بيصير هو يقص ويرجع ما ولكن ما 148 ساعه لا 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 اقل برشا 18 زيد شويه 20 اكزاكتومون 20 15 مينوت كانت في بلغراد en 1969 entre deux joueurs voilà جوج سيرب اللي هما ايفون نيكول نيكوليتشي وغوران ارسوفيتش فوالا ارسوفيتش دامت فيها صارت فيها 269 كو معناها و 20 و فوالا اي 20 شكرا ابراهيم انا حاب نذكركم اللي فما سيري حلوه برشا اسمها دام هذيك على نتفليكس وابارامون باش يعملوا ذا كوينز ذا كوينز ذا كوينز اوف جامبت ذا كوينز جامبت وابارامون باش يخرج الجزء الثاني بيانتو تفضل قداش عمر الانسان الحالي لومو سابيانس احنا قداش عنا في الارض يعني يزمك تحسب الاف السنين قبل قداش عمر الانسان الحالي معناتها مش لا مش لسخالوبيتيك ومش الكرومانيون ومش نيوندرتال الحالي عمره الاف السنين لومو سابيانس قداش الالاف نجم نحسبه من اللي خرج المسلسل اومو سابيانس او الفيلم ايه ما هو مش هذا السؤال
اما هي المعلومه انتر 5000 ل 7000 5000 شنو هو الى حد سنه 2017 مليون لا الى حد سنه 2017 كانوا يعتقدوا انه الانسان العالي عنده 195000 سنه 195000 سنه 100 الى 2017 اكتشفوا جمجمة لإنسان عقل أمو سابيانس سابيانس اللي هما أحنا توا عمرها 300000 دونك سايتي غفو ألاوس أقل حاجة الإنسان الحالي عنا 300000 سنة وين لقاوه الهيكل العظمي والجماج ماذم في إفريقيا أي في إفريقيا وين في كينيا كينيا يظهر لي نيجيريا لا لا هذوم يلقاو فيهم الكرومانيو والسروب لا لا نذكر هذه حاجة كما هكي بلاد إفريقية بلاد إفريقية رواندا لا جنوب الصحراء أكيد لا جنوب الصحراء لا تشاد لا موريتانيا لا مال شنو نيجر لا نيجيريا نيجر جنوب الصحراء غينيا ما عنديش فكرة الصحراء. في المغرب في المغرب في جبل إيغود في المغرب وهذا كان اكتشاف هام ومهم جدا لانه بدل برشا حاجات خاطر كنا نعتقد ان الانسان عمره 200000 سنه الانسان العاقل امو سابيانس دونك اون فيت واضح انه عمره 300000 سنه اقل حاجه على وجه هذه الارض 300000 سنه هو عمر لومو سابيانس في الارض الاكتشاف جاء من المغرب عام 2017 اللي معناتها قام طحين نتاع العمر شكرا ان توكا الطحين هذا مهم باش تعرف انه الانسان تاريخ كبيرة تحب سؤالي ثاني تاريخ كبيرة مع ال تحب سؤالي ثاني أعطينا سؤال تفضل في مثل هذا اليوم أي 23 جوان 1868 أكيلوغ مانيش مولود فرح كريستوفر لاثام شولز شنو اخترع حاجة معروفة حاجة مهمة مهمة في حياتنا اليوم يومية توا بتيتخ 1800 تطورات برشا 1868 توا موجودة ما زالت موجودة ما استعملوهاش موجودة في الدار تطورت كانت موجودة في الدار في المكاتب في دكتيلو أول ماشينة إكريغ 1868 وكانت لي لتر الكل فيهم ماجوسكول بداية وسيتي لو 23 جوان دونك كريستوفر لاثام شولز دكتيلو تك 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 تتعدى قد بحذا بير وتسمع وبعد تلقك وبعد يجبدوها فما ما اسمها دكتيلو والسكرتيرة ولو كي تشوف توا الكتيبة متاع نتاع الدكتيلو تقول بون ماهيش ياسر واضحه مقارنه بال اي بيان سور دونك باش نسالكم على ممثله مصريه تولدت في 25 ديسمبر 1931 وتوفيت في 20 اكتوبر 1991 مريم فخر الدين هي معروفه بانه اكتشفها حسن الامام الفنان بدات حياتها تقدم مع زوجها في اعمال مسرحيه في فرقة إبراهيم حمودة وعملت مع إسماعيل ياسين خدمة معاه دونك اتجهت للعمل في السينما في الأربعينات لم تهتم كثيرا بالعمل في التلفزيون أو المسرح في الأربعينات إيه بدأت في آخر الأربعينات داكور نجم تبدأ عمرها 18 يعني. نجحت في أدوار الأم القاسية والعجوز المتصابية بالإضافة لأدوار كوميدية خفيفة الظل هاي حميدة كامل زوزو نبيل 48 اليتيمين 65 هي والرجال وبعد عطينا في مراهقة من الأرياف في الثمانينات لا تظلم النساء عيون لا تنام المشبوه مع عادل إمام 84 الليلة الموعودة 85 الشقة من حق الزوجة نبيلة حاجة لا البدرون بنات حارتنا حميدة نواعم كيزي مع عادل إمام كذلك في رمضان فوق البركان مع رمضان فوق مش نبيلة السيد مت 86 لا لا مش نبيلة السيد ولكن كوميدية كوميدية اسمها سنة يونس لا صوتها مميز شويكا 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 صوتها مميز صوتها مميز زوزو نبيل ما لا 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 اسمها ايش زوزو نبيل اي اي شو اسمها سنة جميل نون بلو قلت انت لا سنة الاخرى يونس شاركت معاه في واحد من الاسئلة عمرو دياب في شويكار في الـ في الـ أمينا الغولة ذيك في الفيلم مع مديحة كامل وعمرو دياب نعيمة صغيرة هي نعيمة الصغيرة ميرسي يا ناس شكرا لكم مستمعين التقاوم نتقاوم إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة غلطنا